يا جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل المصريين بخير بمناسبة أن بكرة عيد الميلاد المجيد. كل سنة ومصر طيبة، مصر بلد الأمن والأمان، مصر اللي بتجمعنا كل. وطبعا لازم ابدا المناسبه دي بالترحيب للكابتن هاني واقول له كل سنه وهو طيب يا رب، ربنا يخليك، وعيلتك طيبه واسرتك الكبيره والصغيره كل طيبين. كل سنه واحنا كلنا طيبين، كل سنة طيبين. طبعا ومصر طيبه، مصر بوحده شعبها، مصر بقادتها السياسيه وجيشها وشرطتها. بنقول ان شاء الله باذن الله دايما مصر في امن وامان، وان شاء الله 2021 باذن الله تكون سنه سعيده على مصر وعلى العالم كله ان شاء الله.